أسعدتم أوقاتا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من مجلتكم الخبرية اليومية ما وراء الحدث، نخصصه لقمة حلف الناتو التي اختتمت أشغالها اليوم في مدريد، والتي كشف بيانها النهائي عن رهانات التوجه الاستراتيجي الجديد للحلف. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ عبد الرحمن مكاوي، أستاذ جامعي وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. مساء الخير. مساء الخير. كما نرحب بضيفنا من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. والترحيب موصول بالأستاذ دريس الجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. مساء الخير أستاذ الجريني، وشكرا على تلبية الدعوة. سأبدأ مع ضيفي من بروكسل الأستاذ رجائي بركات بقراءة في مضامين البيان النهائي لقمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في سياق زمني خاص، وعلى أجندة الحلفاء وضعت مواضيع حارقة اختبرت قوة وتماسك هذا التكتل. بالفعل طبعا خلال هذه القمة، البيان الختامي وما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الأمر الأول هو اعتبار روسيا كخطر كبير على الغرب وعلى دول حلف شمال الأطلسي، والنقطة الثانية اعتبار الصين كتحدي لدول حلف شمال الأطلسي. في السابق كانت الصين تعتبر كشريك اقتصادي، كان هناك مبادلات تجارية اقتصادية، أصبح هناك تنافس بين خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكان هناك خلاف في الواقع في السابق بين الدول الأعضاء. ألمانيا وفرنسا لم تكن تريد أن تعتبر الصين بمثابة تحدي للغرب، ولكن بأنها منافسة فقط. الآن تخطي هذا المستوى واعتبارها بمثابة تحدي وأنها تشكل أضرار على مصالح دول الغرب، وأنها كما ورد في البيان الختامي بأنها تمثل تحديا منهجيا، وأنها لا تحترم حقوق الإنسان وتشجع الهجرة غير الشرعية إلى آخره. فنجد أنه بالإضافة إلى روسيا والتهجم نوعا ما، واعتبار روسيا عدو حقيقي وخطر كبير، نجد أنه أيضا تم التحدث عن الصين، وأعتقد أن هذا بمثابة منحدر خطير في علاقات حلف شمال الأطلسي مع الدول الأخرى، القوى العظمى الأخرى كالصين وروسيا. وهذا يشكل أعتقد دليل على أن العالم يتجه نحو مجابهات. سبب هذه المجابهات أعتقد الضغط الأمريكي، هناك منافسة على قيادة العالم على المركز الأول. أستاذ رجائي بركات، سنبحث في الأسباب لاحقا، طبعا توقفتم عند عنوانين رئيسيين جاء في وثيقة مدريد، هناك عناوين أخرى، الاهتمام لأول مرة بمنطقة الساحل واعتبار هذه المنطقة مصدرا للتهديدات الإرهابية. سنفصل في كل هذه النقاط خلال زمن هذه الحلقة. واصل مع الأستاذ عبد الرحمن مكاوي بقراءة في وثيقة مدريد، هذه الوثيقة التي جاءت لتعوض الاستراتيجية التي تم اعتمادها عام 2010 بلشبونة. اليوم هناك استراتيجية جديدة لحلف شمال الأطلسي تقوم على الردع، على الدفاع، على منع الأزمات وإدارة هذه الأزمات، وأيضا على الأمن التعاوني. قربنا من روح هذه الوثيقة الجديدة، من توجه هذه الوثيقة الجديدة مقارنة بسابقتها.
أستاذ مكاوي؟ أعتقد أن اجتماع مدريد لأعضاء الحلف الأطلسي كان أهم اجتماع عرفه الحلف منذ إنشائه سنة 1949. فهناك تغيير على مستوى العقيدة، حيث أن الحلف ميز بين العدو الخطير والرئيسي والعدو المنهجي والعدو الصاعد والأخطار البعيدة. أي أن الحلف الأطلسي يعني غير من أسلوبه على أساس أنه منظمة دفاعية لا تشمل أوروبا والولايات المتحدة وشمال أمريكا، ولكن تشمل العالم بأجمعه. وهذا تغيير كذلك أكد عليه المجتمعون في مدريد. الاجتماع كذلك قرر الزيادة في ميزانية الحلف في ظرف 5 سنوات إلى 1,000 مليار دولار، وأن كل دولة عضو في هذا الحلف سوف تساهم بجوج إلى 3% من ناتجها الخام الوطني. وهذا يعني تغيير مهم، وشدد الحلف على أن ألمانيا سوف تستثمر 100 مليار في ظرف 5 سنوات لأن تصل إلى تأهيل قواتها المسلحة. كذلك أن الحلف يعني كون قوة من 300,000 جندي وعسكري سوف تنشر على قريبا من روسيا، بعدما أن كانت قوة الاستجابة لفورس دالاتر ب 40,000 جندي. الآن قرار الحلف بالزيادة في هذه القوة إلى 300,000 جندي. أما بالنسبة للعدو المنهجي، علينا أن نشرح ما معنى العدو المنهجي بالنسبة للصين. عندما يتم المنهجي. نعم، سنفرد حيزا من زمن هذه الحلقة لشرح العبارة، لأن الشيطان يسكن في التفاصيل. تمام. العدو المنهجي أن دول الحلف قد تكون صديقة للصين وقد تكون عدوة له، ولهذا فإنها تنهج نهج يعني مزدوج وخطاب مزدوج مع الصين، فهي متعاونة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والتجارة، وتكون عدوة عندما يتعلق الأمر بمهاجمة تايوان. سنعود لهذا الموضوع ونفصل فيه لاحقا. أتحول الآن إلى ضيفي الأستاذ إدريس الجريني. سنبدأ في التفصيل، والعنوان الأبرز هو روسيا، أو اعتبار روسيا هي التهديد الرئيسي للحلف. وثيقة مدريد وصفت روسيا بالتهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. كيف تنظرون إلى هذا التوصيف وهذا التموقف، واعتبار روسيا التهديد الرئيسي لحلف شمال الأطلسي؟ أولا يعني ينبغي أن نستحضر السياق. حقيقة أن يعني لغة الحلف كما ذكر الأساتذة كانت لغة يعني إن صح التعبير أنها لغة غير مسبوقة أو تمثل سابقة في إطار، وخصوصا ما بعد الحرب الباردة. هذه الحرب التي سعى فيها الحلف إلى إرساء يعني استراتيجيات تتناغم أو تتلائم مع حجم التحديات العابرة للحدود كالإرهاب وتلوث البيئة، يعني تمدد امتلاك الأسلحة النووية إلى غير ذلك. ولكن يبدو اليوم أننا أمام خطاب جديد مع دولة كانت حتى وقت قريب تنسق في إطار ما يسمى بالأمن الأوروبي، وكانت منخرطة طبعا في إطار اتفاقيات مختلفة لا على المستوى الأمني والاقتصادي وغيرها، أمر يتعلق بروسيا. فاليوم طبعا الحلف يعني يصدر مجموعة من المعطيات الجديدة أو مجموعة من الأفكار الجديدة المرتبطة أولا باعتبار روسيا أنها تمثل يعني تهديدا حقيقيا لأمن أوروبا، ثم كذلك الحديث عن استراتيجية جديدة للحلف مرتبطة يعني بالردع واستحضار جانب الردع يعني بشكل أساسي، ثم كذلك الدفاع وإدارة الأزمات ومنعها إلى غير ذلك.
ولكن دعيني هنا أشير أيضا إلى أن حتى روسيا نفسها يعني قبيل انعقاد الحلف ظلت تردد على أن إيقاف أو وقف إطلاق النار هو مرتبط باستسلام أوكرانيا، وفي ذلك إشارة من جانبها كذلك إلى هذا التصعيد. إذن إذا استحضرنا التصعيد الصادر بين الطرفين ففعلا العالم الآن مقبل حقيقة على إشكالات كبرى، خصوصا إذا استحضرنا كذلك التدابير التي دخل فيها الحلف على مستوى إعادة البريق للتسلح، وخصوصا بعض الدول التي كان تسلحها نوعا ما هادئا أو مرنا كألمانيا، ثم كذلك التموقع الأمريكي العسكري الوازن داخل أوروبا في إيطاليا وفي إسبانيا وداخل كذلك بولونيا إلى غير ذلك. هذه أعتقد بأنها مؤشرات تبرز فعلا أننا أمام أوضاع ربما ستكون لها تداعيات وقد تعمق ما يجري حاليا في أوكرانيا، ويحيل إلى أن ثمة ترتيبات ربما لن تتوقف فقط على هذا الجانب الإقليمي ولكن ستكون لها تداعيات دولية سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل. في نفس النقطة أشرك ضيفي الأستاذ محمد رجائي بركات، هل الموقف الذي اتخذته وثيقة مدريد من روسيا هو يتوافق وحجم الانتظارات في كييف من طرف طبعا الأوكرانيين، وكيف سيتعامل الحلف مع موسكو في قادم الأيام في قادم الأسابيع والأشهر؟ ما هي توقعاتكم؟ ما هي السيناريوهات المطروحة بما أن الناتو تبنى هذا الخطاب وأيضا روسيا لم تتنازل عن لهجتها وتواصل التصعيد؟ في الواقع أعتقد أن الحلف شمال الأطلسي لم يتبنى ما طلبوا الرئيس الأوكراني أو ما طلبته أوكرانيا، ولكن تبنى ما أراد أن تطلب أوكرانيا. لا أدري إن كان مفهوم ما أشير إليه. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تريد أن تطلب أوكرانيا وتريد أن يتبنى حلف شمال الأطلسي هذه المواقف المتشددة إزاء روسيا، فبالتالي أعتقد أن المواقف التي اتخذها حلف شمال الأطلسي اليوم في البيان الختامي تعكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية. هل أفهم من كلامكم بأنها قد لا تخدم مصلحة أوكرانيا في هذه اللحظة وتأتي لتناقض الرغبة الحقيقية عند هناك في كييف؟ هي تتلائم في الواقع مع الرغبة المعلنة حاليا لكييف، وهو أن تستمر الحرب إلى أن يتم تحرير كافة الأراضي التي دخل إليها الجيش الروسي. ولكن ما أريد أن أقوله أن الحلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ساهمتا في دفع كييف إلى تقديم الطلبات المطالب من حلف شمال الأطلسي لاستمرار الحرب والحصول على الأسلحة استمرار الحرب، وأعتقد أن هذا ليس من مصلحة أوكرانيا. الآن أوكرانيا بلد يعيش الدمار، الآلاف القتلى والجرحى، المناطق عديدة تم تدميرها، البنية التحتية إلى آخره. فهل هذا كان من مصلحة أوكرانيا منذ البداية أم لا؟ كان بإمكان أوكرانيا وكانت تطالب أوكرانيا بأن يتم التوصل إلى اتفاق دون نشوب الحرب، وكانت مرارا الرئيس الأوكراني نفسه، ولكن كانت تأتي تصريحات من الجانب الأمريكي والبريطاني تشير إلى عكس ذلك. عندما طالب الرئيس الأوكراني وقال بأننا مستعدين لعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأننا مستعدين للتخلي عن جزء من أراضينا، كان مقصود فيها منطقة الدونباس الجمهوريتين، فكان هناك تصريحات تدل على أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار وتطبيق اتفاقيات مينسك. ولكن ما جرى بعد ذلك، التصريحات الأمريكية والبريطانية كانت تتناقض مع الموقف الأوكراني وتتجه نحو الحرب، وهذا ما حصل مع الأسف. نعم، في نفس النقطة سأشرك أيضا ضيفي في باريس الأستاذ عبد الرحمن مكاوي، كيف تنظرون بناء على ما تمخضت
أو ما تمخض عنه مؤتمر مدريد، اعتبرتم بأنه المؤتمر ربما الأهم في تاريخ حلف شمال الأطلسي، كيف سينعكس على الحرب وعلى مجريات الحرب في أوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية؟ يعني الاتجاه العام بناء على مقررات اجتماع مدريد هو يعني الاتجاه نحو حرب استنزاف مع روسيا وإطالة عمر الحرب كما وقع لروسيا الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. فالآن الولايات المتحدة سوف تضغط على بعض الدول المنتجة للبترول لإغراق السوق بالنفط والغاز حتى لا تكون للرئيس بوتين يعني استفادة من مبيعات الغاز والبترول عن طريق دولة الهند، وكذلك القيام بمناورات على قرب من الحدود الروسية. فإذا كان الرئيس بوتين قد حقق انتصارات عسكرية في إقليم دونباس، فإنه خسر جيوبولي من الناحية الجيوستراتيجية، حيث أن الحلف الأطلسي أصبح على حدوده ب 1300 كيلومتر بانضمام فنلندا والسويد، وبمصالحة بين هاتين الدولتين وتركيا التي تعتبر دولة ثانية في الحلف الأطلسي من ناحية القوة العسكرية. ولهذا فالاتجاه العام هو إطالة الحرب، حرب استنزاف، إلى أن تصل الأمور إلى مفاوضات يقبلها الطرفان، وهي إما الخروج من إقليم دونباس أو على الأقل الخروج من الأقاليم الجنوبية كمدينة خيرسون وشبه جزيرة القرم. وهذا يعني يراهن عليه الغرب كثيرا، وخاصة قرارات الحلف الأطلسي التي كانت هي بمثابة استعراض العضلات للحلف أمام بوتين، الذي خرج اليوم في تصريح مع رئيس جمهورية أندونيسيا يخفف من لهجته، وخاصة فيما يخص استعماله للسلاح الغذائي وانسحاب القوات البحرية الروسية من شبه جزيرة الأفعى التي كانت بمثابة عنصر يعرقل تصدير أوكرانيا للقمح وللأسمدة. سنتحول لنقطة أخرى مهمة أيضا جاءت في وثيقة مدريد، وواصل مع ضيفي الأستاذ إدريس الجريني. نتوقف عند هذا التحول على مستوى استراتيجية الحلف في علاقته بمنطقة الساحل الجديد. أيضا كان الاهتمام بهذه المنطقة لأول مرة اعتبرت مصدرا للخطر بطلب من إسبانيا، والتفصيل مهم جدا، منطقة تكتسي أهمية استراتيجية بالغة. كيف تتفاعلون مع هذه النقطة؟ حقيقة أن منطقة الساحل هي منطقة تعرف منذ يعني عدة سنوات إشكالات كبيرة جدا مردها بالأساس إلى ضعف الدولة المركزية واستغلال يعني هذا الوضع من قبل مجموعة من شبكات التهريب، تهريب البشر، تهريب السلاح، وكذلك بعض الجماعات المسلحة الإرهابية التي وجدت في هذه المنطقة ضلتها، وخصوصا بعض الجماعات التي تعرضت للضغط سواء في المنطقة المغاربية أو في الشرق في سوريا وفي العراق وغيرها. وأعتقد بأن اليوم حقيقة أن هذا الأمر يعني يحيل حقيقة إلى أمرين، جانب قد نستنتج فيه نوعا من التفاؤل المرتبط بإمكانية الانكباب على التعاطي مع الإشكالات الموجودة في هذه المنطقة، والجانب السلبي هو هل ستتجاوز يعني حلف أو سيتجاوز حلف الناتو التدابير المألوفة التي راكمتها كل من فرنسا وغيرها من الدول، وخصوصا وأن هناك قوات دولية يعني وجدت هناك أو تم
إحداثها هناك لمحاصرة الإرهاب، والتي يبدو أن الهاجس الأساسي الذي كان حاضرا هو الهاجس الأمني الذي لم يسمح بتفتيت أو محاصرة أو تقليل من حجم المخاطر العابرة للحدود، كما قلت فيما يتعلق بظاهرة الهجرة وفيما يتعلق بتنامي الإرهاب، حيث أن هذه الظواهر لا زالت مستمرة إلى حدود الآن، وهذا طرح بصدده مجموعة من الأسئلة حولها، واحتدوا يعني في اللقاءات الأخيرة في إطار اللقاء القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، طرح يعني هذا السؤال حول ما أهمية يعني هذا التواجد إذا لم تستطع هذه القوات طبعا تطويق هذه المخاطر هنا في الآن مع دخول حلف الناتو على الخط. طبعا السؤال الذي يطرح، هل سيتم تكرير نفس أو تكرار نفس المنهجية، أي التركيز على الجوانب الأمنية، علما لا الإرهاب ولا شبكات التهريب ولا الهجرة غير الشرعية، يعني ينبغي تعامله معها بشمولية واستحضار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تدبير النزاعات والأزمات في هذه المنطقة، خصوصا وأن دخول حلف الناتو ربما قد يساهم كذلك في يعني قد تكون له تداعيات أو خلفيات استراتيجية إذا استحضرنا كذلك حجم الأطماع أو حجم التواجد أو حجم تصاعد الدور الروسي في إفريقيا من خلال القوات طبعا يعني الغير رسمية، وكذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية مع مجموعة من البلدان الإفريقية. فهذه أسئلة تطرح في هذه المرحلة، وأعتقد بأن لها ما يبررها ولها طبعا ما يجعلها أسئلة مشروعة في هذه المرحلة. طبعا أسئلة مشروعة وأسئلة راهنية. اتصالا دائما بنفس الفكرة أطرح سؤالي الموالي على الأستاذ محمد رجائي بركات، كيف تتوقعون أن يهتم حلف شمال الأطلسي بجواره الجنوبي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل؟ هل سيكون هذا الاهتمام يعني أمنيا فقط، محكوما بالأهداف الاستراتيجية، أم أنه قد يحمل قيمة مضافة على مستوى الشراكة الشاملة التي قد تقود إلى تسوية عدد من الملفات والمواضيع المتصلة بالإرهاب والهجرة؟ هل يضيف وجود الناتو في يعني هذه المعادلة، هل يحمل قيمة مضافة، أم أن الجانب الأمني والهواجس الاستراتيجية هي التي ستكون متحكمة؟ أعتقد الهواجس الأمنية والجانب العسكري هو الذي يهم حلف شمال الأطلسي في تلك المنطقة في شمال إفريقيا وأيضا الشرق الأوسط. يعني تم التحدث عن الجنوب، جنوب دول حلف شمال الأطلسي، ودخول حلف عسكري على الساحة في تلك المنطقة أعتقد أنه لا يبشر بالخير للمنطقة. كانت دول الاتحاد الأوروبي تحاول إيجاد حل للمشاكل في المنطقة من ناحية التنمية، من ناحية وقف الهجرة غير الشرعية وخاصة من ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفشلت، ووعدت أيضا بتقديم مساعدات، وتم وضع خطط من أجل التنمية الاقتصادية. مؤخرا تم تخصيص أعتقد مبلغ تم التحدث عن 700 مليار يورو من أجل بناء شبكات والتعاون مع دول الشرق المتوسط ودول حوض البحر المتوسط خاصة شمال إفريقيا، وذلك لمواجهة التغلغل الصيني عبر ما بذلته الصين من جهود ضمن إطار إعادة إحياء طريق الحرير الجديد. ولكن طبعا الاتحاد الأوروبي ودول الغرب تخصص هذا المبلغ ولكن ابتداء من عام 2027 ميلادية، في حين أن الصين تعمل منذ أكثر من 10 سنوات في هذا في مشروعها، وخصصت حتى الآن البعض يتحدث عن 6 بليارات دولار لهذا المشروع. فبالتالي حلف شمال الأطلسي عندما يهتم بالمنطقة يعني ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي والسياسيين في تلك الدول عجزوا عن إيجاد الحلول المناسبة،
ولكن ما الذي سيفعله حلف عسكري في تلك المنطقة؟ فبالتالي يجب أن نطرح هذه الأسئلة، وبالتالي أعتقد أن هذا التدخل سيكون أكثر خطر على المنطقة. وهل سيرسل حلف شمال الأطلسي قواته من أجل إيجاد حلول للمشاكل هناك، لمشكلة الهجرة، لمشكلة الإرهاب؟ فرنسا سحبت قواتها من المنطقة، وذلك لأنها عجزت في مالي في الدول الأخرى في المنطقة. وأيضا يجب أن نلاحظ أن تلك المنطقة هناك مصالح اقتصادية هامة للغرب فيها، الكثير من المواد الثمينة النادرة موجودة هناك، والتي تستخدم في الصناعات المتطورة في الغرب، في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استيرادها. هناك اليورانيوم أيضا، الليثيوم إلى آخره. فبالتالي ما يفعله الآن حلف شمال الأطلسي يذكرني بالخطة السابقة التي كان تبناها الحلف عام 2010 ميلادية، وكان عنوانها ضرورة حماية سلامة تزويد الغرب بالطاقة. ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل الربيع العربي، حصل قصف ليبيا من قبل حلف شمال الأطلسي وفرنسا، حصلت المشاكل في سوريا، حصلت المشاكل في اليمن، في العديد من المناطق التي توجد فيها مصادر الطاقة. فبالتالي أعتقد أن هذا التوجه العسكري نحو تلك المنطقة، سواء كانت شمال إفريقيا، الساحل، الشرق الأوسط، من قبل حلف شمال الأطلسي ومحاولته جمع تلك الدول حوله من أجل مواجهة روسيا ومن ثم الصين، أعتقد أن هذا الأمر طبعا يطرح الكثير من التساؤلات. تعتبرون أن هذا هو الهدف الحقيقي؟ نأخذ وجهة نظر الأستاذ عبد الرحمن مكاوي في هذه المسألة، في هذا الاهتمام بطلب من إسبانيا، اهتمام حلف الناتو بجواره الجنوبي، اهتمامه بمنطقة الساحل والصحراء، واعتبار أن هذه المنطقة تعتبر بؤرة للإرهاب، وهي كذلك وعدم الاستقرار، وتهدد أمن الحلفاء على مستوى هذا التكتل. أستاذ مكاوي، دعيني أضيف أن الطلب لم يأتي من إسبانيا لوحدها، بل فرنسا ضغطت هي الأخرى، فرنسا التي أخرجت قواتها بعنف من طرف الدولة المالية ومن طرف ميليشيا فاغنر والميليشيات الجريمة المنظمة التي تحولت بفعل فاعل إلى منظمات جهادية، وهي في الواقع منظمات تأتمر بوكلاء معروفين في المنطقة. فالمنطقة التي هي كبيرة جدا، 9,700,000 كيلومتر مربع، غنية بجميع المعادن وغنية بالماء العذب، وهذا الثراء وهذا الغنى هو الذي نتج عنه الصراع الخفي ما بين روسيا والصين من جهة، والغرب من جهة أخرى. الكل مثلا حضور ووصول مرتزقة فاغنر إلى مالي، وكذلك إلى إفريقيا الوسطى ثم الموزمبيق ومدغشقر وكذلك ليبيا، هي من أجل المعادن ومن أجل الغاز ومن أجل الذهب، ومعادن نفيسة التي تكون بما يسمى بالمعادن الاستراتيجية التي يقف أو تقف عندها الصناعة المتطورة الغربية. فالصراع الخفي هو بين الدول العظمى حول خيرات هذه المنطقة، تحرك أزلامها من خلال بعض دول المنطقة التي هي بدورها تحرك شبكات الجريمة المنظمة، وكذلك بعض التنظيمات التي تدعي أنها تنظيمات تكفيرية أو جهادية، ولكن الموضوع الأساسي هو ما تزخر به هذه المنطقة من خيرات، وخاصة المياه العذبة، حيث تقدر ب 250 مليار متر مكعب من المياه العذبة
تحت أراضي مالي والنيجر وتشاد والفزان الليبي وكذلك دارفور في السودان. فهناك بحر من المياه، وكما قال الرئيس بوتين نفسه أن مستقبل العالم هو إفريقيا، ومستقبل إفريقيا هو دول الساحل والصحراء الكبرى. أعود من جديد للأستاذ إدريس الجريني لنتحدث طبعا عما جاء في وثيقة مدريد بخصوص علاقات حلف شمال الأطلسي مع الصين. هذه الوثيقة اعتبرت أن الصين تفرض على الحلفاء، تفرض على الأمن الأوروبي والأطلسي تحديدا تحديات منهجية يتعين على الحلف أن يواجهها. أريد في البداية قراءة في هذه العبارة التي تضمنتها وثيقة مدريد، وهي التي تحمل الاستراتيجية الجديدة أو توجهات الاستراتيجية الجديدة للناتو. يبدو على أنه على عكس روسيا التي تحاول أن تفرض قطبيتها استنادا على مقومات القوة الخشنة، وبصورة طبعا أعادت حقيقة النقاشات إلى ما قبل تأسيس الأمم المتحدة، عندما كانت الدول يعني تحقق مصالحها من خلال المراهنة على القوة بكل إشكالها. فالصين على عكس ذلك هي تحاول أن تؤثر في النظام الدولي، وتحاول بشكل يعني متدرج أن تقتحم عالم اليوم وكقوة وازنة، ولكن بأساليب ناعمة محورها أساسا الجانب الاقتصادي، خصوصا وأنها اليوم تروج لمشروعها الاستراتيجي المتعلق بطريق الحرير، أو تحيي طريق الحرير الذي سوف يعني يجتاح أكثر من 100 دولة. وبالتالي فحتى الخطاب الحلف هو كان في حقيقة الأمر خطاب حذر. فإذا استحضرنا الموقف الصيني إبان الأزمة، أو يعني منذ اندلاع الأزمة قبل أن تتحول إلى حرب، أتحدث طبعا عن الأزمة الأوكرانية الروسية في البداية قبل أن تتحول إلى تدخل عسكري روسي في أوكرانيا، طبعا موقفها كان إلى حد ما متفهما للمخاوف الروسية، ومتفهما كذلك للدوافع التي جعلت روسيا تسعى إلى حماية حدودها، وإلى طبعا تأمين يعني فضائها الإقليمي، وخصوصا بعد أن حاول أو سعى حلف شمال الأطلسي إلى التموقع داخل هذا البلد الاستراتيجي الذي تعتبره روسيا يعني يمثل خلفية استراتيجية. وإذا استحضرنا كذلك أن حلف شمال الأطلسي استمر يتمدد في مجموعة من دول أوروبا الشرقية، بل توغل أو يعني دخل حتى إلى دول كانت تحسب في السابق على الاتحاد السوفيتي المنهار. فلذلك الخطاب هو في نفس الوقت يؤكد على أن الصين لا تمثل يعني عدوا أو لا تمثل تهديدا كما هو الشأن بالنسبة لروسيا، الذي كانت يعني الخطاب واضح من أنها تمثل تهديدا مهما أو ذا أهمية بالنسبة للحلف أو دول الحلف. ولكن في نفس الوقت الحلف عبر عن يعني انشغاله وعن يعني تخوفاته إزاء التطورات المرتبطة بالنفوذ الذي يحققه أو التحركات التي تحققها الصين على مستوى التموقع في المحيطين الهادي والهندي. فلذلك نلاحظ بأن اللغة كانت نوعا ما مرنة، خصوصا وأن العلاقات الصينية الأوروبية هي علاقات حتى مع الولايات المتحدة، هي علاقات متشابكة، علاقات اقتصادية. الصين حتى من داخل الأمم المتحدة تحاول أن لا تدخل يعني في مواجهات مع مجموعة من القوى الدولية بالصورة التي يجعلها أو يجعل رهانها الأكبر كما قلت هو رهان اقتصادي، ويبدو أنها حققت مجموعة من المكتسبات على هذا المستوى. ولكن كما قلت يعني هناك نوع من الاستباق من الحلف من إمكانية أن تتحول يعني هذه القوة الناعمة إلى قوة خشنة، وخصوصا إذا استحضرنا كذلك الإشكالات المرتبطة بالنزاع الصين الشعبية مع يعني غريمتها التقليدية، يعني الصين الوطنية أو ما يسمى ب يعني التي تريد أن تعيدها الصين إلى ترابها، وطبعا هذا تعارضه البلدان الغربية وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية. دائما بالحديث عن علاقات حلف شمال الأطلسي مع الصين ومستقبل هذه العلاقات، أتوجه بالسؤال للأستاذ محمد رجائي بركات، كيف قرأتم هذه الصيغة الجديدة التي جاءت في وثيقة مدريد؟ هل هذا النوع من الخطاب فيه تهديد مبطن، فيه يعني ترك الباب مواربا لا هو موصد بالمطلق ولا هو مفتوح كما جاء على لسان الأستاذ عبد الرحمن مكاوي؟ نحن حلفاء في الاقتصاد، حلفاء في المصلحة التي قد تجمعنا، وفي نفس الوقت قد نتحول إلى أعداء إذا ما يعني حدثت مواجهة، اختلفنا في المواقف السياسية، أو كان هناك يعني تهديد من الصين لأي بلد من البلدان، بلدان حلف شمال الأطلسي، والتموقف مما يجري في العالم. أعتقد أن حلف شمال الأطلسي نجح شيء واحد وهام، وهو أنه جعل الصين الآن تقف بشكل قوي إلى جانب روسيا. عندما يقول الحلف عن الصين بأنها تمس مصالحنا، مصالح الحلف وأمننا وقيمنا، وتشجع الاضطرابات وتضعف النظام الدولي وتشجع الهجرة غير النظامية وتشجع تهريب البشر، ماذا بقي أن يقول حلف شمال الأطلسي؟ هل الصين ستعتبر أن الحلف حليف لها أو شريك وتتبذل معه اقتصاديا أم ماذا؟ يعني عندما استمع أعتقد المسؤولين الصينيين لهذه التصريحات وقرأوا هذا البيان، أعتقد أنهم في النهاية سوف يشعروا بأن حلف شمال الأطلسي تدريجيا سيصبح عدو للصين، وأعتقد أن دعمهم لروسيا حاليا سيزداد، وذلك بسبب ما ورد في البيان الختامي. الجميع يعلم أن المنافسة شرسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قيادة العالم اقتصاديا سياسيا وعسكريا. اقتصاديا الصين سيطرت دون أن تشارك في أي حرب، الصين لم تشارك في أي حرب في العالم على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت أفغانستان، العراق، والقائمة طويلة. الصين تكنولوجيا تطورت بشكل كبير، قبل 30 عام كانت الصين تعتبر من قبل الدول الأوروبية بأنها دولة نامية. أذكر عندما كنت طالبا في جامعة بروكسل كان هناك طلاب صينيون يحصلوا على بعثة دراسية من الحكومة البلجيكية للدراسة في بروكسل، على اعتبار أن الصين دولة نامية وبحاجة إلى مساعدات. فبالتالي الصين الآن تقدمت وأصبحت قوة تكنولوجية استراتيجية في جميع المجالات، وهذا يخيف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدعيم التحالفات ضد روسيا وضد الصين أيضا. فأعتقد أن هذا في المستقبل القريب سيؤدي إلى تصاعد التوتر بشكل أكبر، لا ندري ما الموقف الذي ستتخذه الصين حاليا. هل ستدعم روسيا أيضا وتتعاون معها عسكريا كي لا تخسر روسيا الحرب في أوكرانيا؟ دول حلف شمال الأطلسي تريد أن تستمر الحرب إلى أن يخسر الرئيس بوتين هذه المعارك، ولكن الرئيس بوتين لا أعتقد أنه سيرضى بذلك، والصين أعتقد أنها ستقف بشكل قوي إلى جانب الرئيس بوتين. فهل سنتجه الآن نحو حرب عالمية ثالثة؟ هذا هو السؤال المطروح. سأشرك في هذه النقطة من جديد الأستاذ عبد الرحمن مكاوي، ما هي توقعاتكم بخصوص رد فعل بكين عما جاء في وثيقة مدريد والعبارات والخطاب الذي تبناه الحلف ضد الصين؟ نعم، الصينيون والقيادة الصينية تعلموا جيدا أن الهدف الاستراتيجي للحلف وللغرب قاطبة هو الصين الشعبية وليس بروسيا، فروسيا قد يتم هزمها اقتصاديا أو عسكريا، ولكن الهدف البعيد للغرب هو هذه القوة الصاعدة
بسرعة والتي تهدد اقتصاد العالم، وكذلك تهدد حتى جيوش العالم. الآن الصين أصبحت تعسكر الفضاء بشكل فظيع، وأصبحت الأقمار التجسسية الصينية منتشرة حول الأرض. كذلك أن الصين لها دور كبير في الحرب السيبريانية التي فشلت موسكو عند بدئها قبل بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير، حيث أنها أرسلت صاروخ أسقط قمرا صناعيا تجسسيا غربيا. وكذلك الحرب السيبريانية التي أعلنتها قبل شهر من غزوها لأوكرانيا. فالكل والمقررات التي لم تشير إليها أو لم يشير إليها وبقيت في طي الكتمان هي الحرب الفضائية المقبلة والحرب السيبريانية التي قد تشنها روسيا أو قد يشنها الغرب على روسيا أو على الصين. ولهذا فالهدف البعيد للغرب وللحلف الأطلسي هو الصين الشعبية التي أصبحت الآن حاضرة بجيوشها حتى في إفريقيا، فهي الآن تتوفر على قاعدة عسكرية كبيرة في جيبوتي تقدر ب 12,000 جندي مجهزين بأحدث الأسلحة. ولهذا فالعدو البعيد بالنسبة للحلف الأطلسي تبقى الصين الشعبية، وكذلك تبقى أنها يمكن تقزيمها. وقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية باعت غواصات نووية إلى أستراليا عوض الغواصات الفرنسية، وهذا دليل على أن الغرب يتخوف من هذا التقدم الكبير في بحر الصين الشرقية، وهذا ما يهدد تايوان التي هي دولة تعتبر مستقلة. ولكن الغرب يحاول أن يجد طريقا للتصالح بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تايوان، نظرا لأن تايوان أصبحت كهونغ كونغ قوة اقتصادية لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القفز عليها، ولا يمكن للصين وفي مصلحتها أن تستعمرها أو أن تدمرها. واضح. سؤالي الأخير أطرحه على ضيفي الأستاذ إدريس الجريني بخصوص آفاق توسيع حلف شمال الأطلسي، بناء على مخرجات هذه القمة وهذه الوثيقة، وثيقة مدريد، والسياق طبعا بكل تفاصيله، كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ ما هي آفاق توسع حلف شمال الأطلسي؟ في أي اتجاه؟ طبعا هناك الكثير من الملفات والطلبات ودراسة هذه الطلبات، كيف تنظرون إلى هذه النقطة تحديدا؟ أعتقد بأن هذا النقاش الذي يجري اليوم بصدد الاستراتيجيات أو يعني الأهداف التي يرسمها الحلف أمامه في ظل الواقع الدولي المتغير، يتعيدنا إلى سنوات التسعينيات عندما انهار الاتحاد السوفيتي، ولكن وانهارت كذلك منظومته، وانهار حلف وارسو، ومع ذلك ظل حلف شمال الأطلسي أي حلف الناتو قائما. وطرحت حينها ما هي أسباب يعني استمرار هذا الحلف، خصوصا وأن السبب الرئيسي في ظهور هذا الحلف يعني قد انتهت ولم تعد قائمة. فاليوم حقيقة هذه العودة للواجهة من خلال طبعا الترويج للقوة وإعادة يعني الاعتبار بين قوسين لسياسة الأحلاف، وكذلك الحديث عن تطوير الإمكانيات أو رفع الإمكانيات المرصودة للتسلح، وأيضا الحديث عن دعوة لدول جديدة للانضمام للحلف، وخصوصا الدعوة اليوم التي أصبحت رسمية للسويد وفنلندا للانضمام للناتو. هذه كلها اعتبارات حقيقة تجعلنا أمام عالم يعني مرشح كما قلت لتطورات كبيرة. وهذه التطورات أعتقد بأنها وضحت على أن ما يجري في أوكرانيا اليوم هو ليس أمرا أو ليس نزاعا بين بلدين، بل هو نزاع دولي ربما يعيدنا إلى سنوات الحرب الباردة التي كانت تجري فيها الحروب بالوكالة. اليوم حقيقة أن
دول حلف شمال الأطلسي ودول أوروبية يعني انخرطت بشكل كبير في تقديم الدعم لأوكرانيا لكي تساعدها على الاستمرار وعلى المقاومة. في نفس الوقت روسيا لوحت في مرحلة من المراحل بالتأهب النووي، ولوحت بأنها لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها، ولذلك ما زلنا نعيش على إيقاع جر الحبل من هذا الجانب والجانب الآخر. لذلك فتوسيع يعني الحلف وهذه الخطابات التي راجت، أعتقد بأنها تعيدنا إلى زمن الحرب الباردة التي غطت على مجموعة من الإشكالات، وخصوصا وأن عالم اليوم يعني تطوقه مجموعة من الإشكالات العابرة للحدود، الإشكالات المرتبطة بالأوبئة، واليوم حديث عن الأمن الغذائي العالمي وأزمة الطاقة وغيرها وتلوث البيئة. أعتقد أن عودة العالم إلى هذه الهواجس العسكرية سيفوق على دول العالم يعني الانكبار على القضايا التي تهدد الإنسانية جمعاء. فلذلك أعتقد بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في إيجاد نوع من التوقف أو محاولة وحاصرت ما يجري للخروج من هذا المقصد. نعم، أدركنا على الوقت الأستاذ إدريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لضيفي من باريس الأستاذ عبد الرحمن مكاوي الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. أشكر أيضا الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية كان معنا من بروكسل. مشاهدينا أشكر لكم أيضا طيب المتابعة والوفاء لميديان تيفي، ونلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة. تصبحون على خير.